وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة. نرحب بك في نشرة الأخبار، وبداية لو تحدثنا أكثر عن هذا التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات من خلال برنامج المحتوى الوطني وبرنامج تكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. طبعا هذه الخطوة تعتبر تفعيل لمذكرة التفاهم للتعاون في برامج المحتوى المحلي، واللي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة خلال هذا العام، واللي استضافتها مملكة البحرين. طبعا بموجب هذه الاتفاق راح يفتح المجال للمنشآت الصناعية البحرينية للتقديم على برنامج المحتوى الوطني الإماراتي، والاستفادة من حوافزه ومزاياه للتأهل للمشاركة في المشتريات الحكومية الاتحادية، في مقابل إتاحة المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للتقديم على برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل، اللي بالتأكيد راح يمنحهم الفرصة للمشاركة في المشتريات الحكومية المستقبلية في مملكة البحرين. وطبعا لعل من حسن الطالع أن يتزامن هذا الإعلان مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمملكة البحرين، وطبعا هذا يجسد عمق العلاقات البحرينية الإماراتية المتجذرة، ويفتح آفاق جديدة لشراكة اقتصادية أشمل وتكامل صناعي أوسع. نعم دكتور خالد، ما الذي يمثل هذا التعاون، وكيف يتسق مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026؟ طبعا هذا التعاون يفتح المجال للمصانع في مملكة البحرين من أنها توصل لأسواق أكبر واقتناص الفرص لتعزيز تواجدها في الأسواق المجاورة، وهذا طبعا في ظل الجهود اللي نقوم فيها ودولة الإمارات العربية المتحدة عشان نزيد من تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى الوطني وتحقيق القيمة المحلية المضافة. وبالتأكيد طبعا هذا يتسق مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 اللي تسعى أنها ترفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توطين الصناعات وإحلال الواردات، علاوة على تعزيز الصناعات الوطنية. وطبعا ما ننسى في هذا الصدد أن نوجه الدعوة للمنشآت الصناعية الإماراتية أنها تتقدم للاستفادة من برنامج تكامل عبر زيارة موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني في مملكة البحرين. وبالنسبة للمصانع البحرينية أيضا الراغبة في التقدم على برنامج المحتوى الوطني الإماراتي أنها تتواصل مع شركات منح شهادة المحتوى الوطني، وهي الشركات المخولة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية لإجراء المراجعة الفنية وإصدار الشهادات لهم حسب الضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى الوزارة. نعم الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.